السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة التناصح. قال العميد محمد الغصري إن قوة التوار غنمت عددا من الآليات العسكرية خلال مواجهات الأحد مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، وأضاف أن قوة التوار غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والآليات التي كانت بحوزة مسلحي التنظيم، مؤكدا العثور على 35 جثة لعناصر التنظيم وجدت ملقاة على الأرض في المواقع التي شهدت اشتباكات عنيفة مع قوات التوار. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي لقناة التناصح الاثنين إن قوات المجلس لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها بالمدينة. وكالة بشرى الإخبارية ذكرت أن حصيلة الاشتباكات بالمحور وصلت إلى 6 قتلى من قوات مجرم الحرب حفتر، بينهم قائدان ميدانيان، فيما ذكرت مصادر أن قوات التوار صدت الأحد محاولة لقوات مجرم الحرب حفتر على محور الجوارشة. قال مركز السرايا للإعلام الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي الاثنين إن طيران الميغ التابع لمجرم الحرب حفتر شن غارة على منطقة العمارات الصينية غرب المدينة. مصدر من المجلس ذكر أن الطائرة مقاتلة تابعة لمجرم الحرب حفتر شنت غارة على مناطق سيطرة التوار، فيما قامت طائرة أجنبية بدون طيار بشن غارتين على نفس المنطقة. وأضاف المصدر أن الطائرات الأجنبية الموالية لمجرم الحرب حفتر تجوب سماء مدينة بنغازي منذ فترة الصباح. رفض مجلس النواب المنحل اليوم الاثنين منح الثقة للحكومة المقترحة من البعثة الأممية. المجلس المنحل وفي جلسة عقدت في مدينة طبرق وبحضور 101 نائب صوتوا بأغلبية 61 نائبا على رفض منح الثقة للحكومة المقترحة، وامتنع 39 نائبا عن التصويت، فيما أجاز الحكومة 1. وقال عدد من النواب في مؤتمر صحفي إن نتائج الجلسة تعني سقوط المجلس الرئاسي المقترح وحكومته، مؤكدين أنها حكومة غير متوازنة. قال منسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الزعتري أن تكلفة تمويل مشروع إعمار بعض المدن في ليبيا يكلف ما يقارب 60 مليون دولار. الزعتري ذكر أن الهدف من المشروع الإنمائي في مدن بنغازي وكيكلا وأوباري هو إعادة تأهيلها في مدة لا تتجاوز 9 أشهر. كما ذكر أن هذه المدن ستكون البداية، ومن ثم سيتم الانتقال إلى باقي المدن كمدينتي سرت وسبها. وأضاف الزعتري أن البرنامج سيبدأ في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية بالتعاون مع المجالس البلدية في هذه المدن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.